المصري القديم في الكتابات الهيروغليفية كان بيستخدم نظرية اسمها نظرية التقديم، كان بيقدم فيها المقدس أو اسم الملك. هنلاقي هنا في الخرطوش الموجود قدامنا نظرية 2-3-1. الاسم المكتوب قدامنا هنا هو خبر فرا، بس را اتكتبت في الأول عشان المصري القديم كان بيقدم المقدس في الكتابة. خبر كرا معناها قرين را. هنلاقي الصيغة مكتوب قدامنا هنا هو لقب التتويج، لقب نسوت بيتي. نسوت هو ملك الوجه القبلي، بيتي ملك الوجه البحري. تحتها على طول نب اللي هي على شكل الطبق ومعناها سيد. تحتها على طول هنلاقي في أرضين، نب تاوي يعني سيد الأرضين اللي هي أرض الشمال وأرض الجنوب. تحتها هنلاقي لقب التتويج اللي هو خبر كرا. هنلاقي رمز على شكل مثلث اسمه دي، وهنا مفتاح الحياة عن دي، عن يعطيه الحياة. نسوت بيتي نب تاوي خبر كرا دي عن ملك الوجه القبلي والبحري، سيد الأرضين خبر كرا فليعطيه الحياة.